ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء. قال مصنف في الترجيح، الترجيح بالمعاني وإما في المعاني، وهذا معطوف على الترجيح إما في الأخبار. قال المراد بالمعاني هنا ما يقابل الأخبار والترجيحات الخاصة بالأقيسة. المعاني قصد بها الترجيحات الخاصة بالأقيسة. قال فترجح العلة بموافقتها لدليل آخر، يعني العلة يعني تأكد منها إذا وافقت دليلا آخر رجح بها. فإن العلة ترجح بما رجح به الخبر من موافقتها لدليل آخر من كتاب أو سنة أو حتى من قول صاحب أو خبر مرسل. والمراد ترجيح القياس من جهة علته. فإذا استنبط في الأصل الواحد، يعني فإذا استنبط في الأصل الواحد علتان وقد عضد إحداهما أو عضدت إحداهما أو عضد إحداهما دليل آخر فإنها ترجح على الأخرى. مثاله بذلك ما في علة تحريم الربا في البر، فقيل الاقتيات والادخار وقيل الطعم والكيل. ترجحت العلة الأخيرة التي هي كانت للحنابلة الطعم والكيل بحديث معمر بن عبد الله قال كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام والطعام مثلا بمثل، فقال الطعم والكيل هنا، ولأنه قال قال وزنا بوزن في رواية أخرى، فقال الطعم والكيل. وحقيقة الأمر أن العلة الصحيحة في هذا الباب هو الاقتيات أيضا مع الطعم، مع الطعم كيل كيلا مع الادخار. قوله وبكونها ناقلة عن حكم الأصل، أي ترجح العلة بكونها ناقلة عن حكم الأصل على العلة المتبقية على الأصل، وده بالضبط كالدليل. قلنا في الدليل الناقل يقدم على قدير الدليل المثبت، كقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، فنادل بمسلك الإيماء والتنبيه على أن علة الوضوء مس الذكر. وحديث طلق قال ما هو إلا بضعة منك، فإنه يدل على أن العلة عدم نقض الوضوء بمس الإنسان لعضو من أعضائه. فهنا نقول بأن العلة الناقلة تقدم، لأن الأصل عدم النقض، الأصل عدم نقض الوضوء. فالحديث الأول من مس ذكره فليتوضأ، يبقى إذن هذه ناقلة عن الأصل، الأصل عدم الوضوء، والمثبت للأصل قوله ما هو إلا بضعة منك. وأما من مس ذكره فليتوضأ أنه رتب الحكم على وصف، فكانت الوصف ده هو علة لهذا الحكم، وهذا الحكم ناقل، ناقل، فالناقل يقدم. ولذلك يقال من مس ذكره فليتوضأ. ورجح قوم بخفة حكمها، أي إذا اجتمع قياسان وعلة أحدهما تفيد حكما أخف والأخرى تفيد حكما أثقل، فذهب قوم إلى الترجيح الأخف. هذا لأن مقاصد الشريعة على التيسير، وأن أغلب الأحكام على ما يناسب التكليف المكلفين وتيسيرا عليهم، وهذا كلام ضعيف، لأنه قد يكون على الأخف وقد يكون على الأثقل، المسألة بما يتحقق بها مصلحة المكلف. في التشريع الأصل فيه هو البحث عن إيش؟ مصلحة المكلف في هذا الباب. قال المصنف فإن كانت إحدى العلتين حكما والأخرى وصفا حسيا فرجح القاضي الثاني، اللي هو الوصف الحسي. يعني إذا تعرض قياسان والجامع في إحداهما حكم شرعي مثل الحل والحرمة والنجاسة والطهارة، وفي الآخر وصف حسي ككونه مسكرا أو قوتا، فرجح القاضي أن يكون الوصف الحسي هو العلة الحسية ألزم للمحل. وقال أبو الخطاب قال رجع أبو الخطاب الأولى الحكم الشرعي، وهي الحكمية، لأن المطلوب هو الحكم الشرعي، فالدلالة الشرعية أدل على الحكم الشرعي، والحسية كانت موجودة من قبل ما يتعلق بها الحكم. حقيقة الأمر الكلام هذا صحيح، وأن الحكم الشرعي في ذلك أنه متعلق به الحكم الشرعي، هو المقصود في هذا أو هو الأظهر، لأن الحكم بالحكم أشبه فيكون بالدليل عليه أو لا. مثال ذلك قياس الشفاعية في إزالة النجاسة بالخل أنه لا يجوز، لأنها طهارة تراد بها الصلاة، فلم تصلح بالخل كالوضوء الذي يراد للصلاة. وقياس الحنفي أنه مائع مزيل للعين فتجوز الطهارة به كالماء، فعلة الحنفية وصف حسي ذاتي يرجع إلى ذات الخل. وأما الشافعي فإن دليله في ذلك هو الصفة الحكمية الشرعية، هو الصفة الحكمية الشرعية.
قال وبكثرة أصولها إذا تعددت الأصول في أحد القياسين وليس في القياس الآخر إلا أصل واحد كأن يقاس فرع بجامع على أصول كثيرة وعارضه قياس بجامع آخر على أصل واحد أو أصول أقل من القياس الأول فقدم القياس ذو الأصول الكثيرة. ليش؟ لأن الشواهد كثيرة وأكثر وكثرتها شواهد للفرع بالصحة فالظن بصحته أغلب. مثال ذلك من يجب النية في الوضوء يقيس على الصلاة والصيام والحج كل عبادة لابد لها من نية. ومن لا يقول بالنية يقول إنه تنظيف فهو كطهارة كالطهارة من الخبث وهذا أصل واحد. وحقيقة النية في الوضوء لأنه يرتكس على أصول كثيرة وهي أصلها العبادة فنحن نقول ترجح على 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 التي خالفتها على أساس أنه لا يقول بالنية إنه تنظيف هذا يرجع لأصل واحد لكن هذا راجع لأصول لأنه الوضوء عبادة فرجع إلى كل العبادات فوجد أنها يشترط فيها النية لذلك رجحها وباضطرادها وعكسها الاضطراد أن يكون في الـ في الـ في الـ في الوجود والعدم سواء بمعنى أنه يوجد حيث يوجد وينتفي حيث ينتفي. بل اضطراد العلة المضطردة المنعكسة وهي التي إذا وجدت وجد الحكم وإذا انتفت انتفى الحكم ترجح على المضطردة فقط وهي التي وجدت وجد الحكم. فعندنا مضطردة منعكسة وجودا وعدما وهناك وجودا فقط فالوجود عدم أقوى فترجح على المضطردة فقط وهي التي إذا وجدت وجد الحكم لأن الأولى علة مجمع على صحتها اللي هي مضطردة منعكسة وجودا وعدما وهذا مبني على القول بصحة غير منعكسة كما تقدم في القياس. فإن قلنا إنها لا تصح لم تعارض المضطردة فلا تحتاج إلى ترجيح وتكون كالخبر الضعيف مع الصحيح. هناك مثال مثل به الحنابلة قياس الحنابلة الأخ والعم على الأجنبي في أن كل منهما لا يزوج الصغير زي قال الولي فقط الأب فقط لأن من لا يملك التصرف في مالها لا يتصرف في بضائعها ولأنهم يرون البضع أيضا فيه مقابل وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. قالوا في بضع أحدكم صدقة لكن هذا لا يتأتى هنا لا يستدل به هنا قول الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وغير يقيس على الأب بجامع أن الكل من أهل ميراثها. فالقياس الأول أولى لأنه ينعكس فإن الأب لما ملك التصرف في مالها بنفسه ملك التصرف في بضائعها وقياسهم لا ينعكس لأن الحاكم ليس من أهل ميراثها ويزوجهم عندهم. وأيضا المتعدية والقصيرة فإن المتعدية يؤخذ بها والقصيرة لا يؤخذ بها. كأن تقول العلة في الصنف الربوي الذهب والفضة الفضة العلة في الذهب بأنها الذهب هذه علة قصيرة. طبعا العلة القصيرة لها فوائد كثيرة لازم تكلمنا عنها قبل ذلك. لذلك قالوا العلة في الذهب هي جولة الثمانية وهذه علة قصيرة يبقى إذن ما يكون الربا إلا في الذهب. لذلك طلع علينا من يتبجح ويقول تخريجا على أقوال الشافعية أن الدولار بالدولارين ليس فيه شيء الدرهم بالدرهمين ليس فيه شيء هذا ليس ربا يقول بذلك لأنه يقول لأنه العلة هنا جولة الثمانية فقط يبقى العلة الذهب العلة في الذهب إنه هو ذهب هي الترضية شيخ ها؟ لا هو يقول من لا الترضية المنعكسة التي تكون وجودا وعدما الترضية المضطردة تكون وجودا فقط ليست عدما. يعني نتكلم على العلة القصيرة المتعدية العلة المتعدية تتعدى لغيرها الحكم يتعدى لغيرها. العلة القصيرة وإن كان بها التعليل لكن لا يتعدى لغيرها يقف عند أصلك كعلة الجوهر الثمانية في مسألة الذهب والفضة. فالعلة في الذهب حقيقته أنه ذهب بس يبقى غيره لا ينقص عليه نعم لكن العلة المتعدية اللي تعدى لغيرها لذلك هم يرجحون المتعدية على القصيرة وهذا يعني قول. وهنا يقول العلة يرجحون العلة المتعدية لعدم جواز تعدد العلة والعلة المتعدية أتم فائدة من العلة القصيرة وأكثر منفعة. ومنع منه القوم هذا القول الثاني وهو بعض الأصوليين منع من ترجيح العلة المتعدية وقالوا الراجح في ذلك العلة القصيرة لأنها مطابقة للنص. وحقيقة الأمر أن العلة المتعدية تقدم على العلة
القصير. قوله الإثبات عن النفي يترجح من القياسين ما كانت عليه علته إثباتا على ما كانت علته بالنفي، وذلك أن التعليل بالإثبات متفق عليه والتعليل بالنفي مختلف فيه، لأن الموجود أولى من المعدوم في الجملة. مثال ذلك الحنبلي يعلل لقياس الأشنان على البر والشعير بأنه مكيل، والتعليل الغيري أنه ليس بمطعوم جنس ولا ثمن، والتعليل الثاني هو الأصح في هذا الباب. قالوا المتفق على أصله يقدم على المتفق على المختلف عليه فيه، أي أن إذا كان الأصل إحدى العلتين متفق عليه والآخر مختلفا فيه، فإن القياس المتفق عليه على أصله أولى لأنه أقوى ومعضد وتؤكد ويؤكد قوة العلة، ويمكن أن يمثل ذلك بقياس الأرز على البر وفي الحكم بجران الربا بجامع أنه مكيل مطعوم وأيضا مدخر، وقياس الأرز على الذرة أيضا ترجح العلة الأولى أن أصلها وهو البر منصوص عليه، فيكون تحريم الربا هنا في البر مجمعا عليه وهو أقوى بخلاف تحريمه في الذرة. قال أيضا ويرجح بقوة الأصل فيما لا يحتمل النسخ على محتمله، أن القياس الذي دليله أصله لا يحتمل النسخ فلم ينسخ باتفاق مقدم على الأصل دليل محتمل للنسخ وإن كان احتمال ضعيفا، إذ ليس كالمتفق عليه أصله الإجماع، وبكونه رده الشارع إليه أي ترجع إلى مردودة إلى أصل قياس الشارع عليه كقياس الحج على الدين، لأنه قال حج عن أبيك أو قال أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قال إذن اغض الله، في أنه لا يسقط بالموت لقوله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه عنها أكان ينفع القناعة؟ قال فدين الله أحق بالقضاء. وعلى هذا إذا مات من عنده مال ولم يحج فإنه يخرج من تركته قبل الإرث، حق الله يقدم، وهذا قول شفاعي وقول شفاعي وقول الحنابلة. أما الحنفية والمالكية قالوا إذا اشترط وإلا فلا، ويقدمون المؤثر على الملائم والملائم على الغريب، وهذا تكلمنا فيه في القياس قبل ذلك. والمناسب على الشبهية أيضا، المناسب أعلى قوة من الشبهي، لأن المناسب متفق عليه والمصلحة فيه ظاهرة بخلاف الشبهي فيهما، وهذا أيضا قد تكلمنا عنه يعني تفصيلا في الكلام على القياس. هنا نحن على مشارف الانتهاء من الكتاب بفضل من ربنا ونعمة، ودخلنا على المسألة قبل الأخيرة في الكتاب وهي في الاجتهاد والتقليد، وأريد أن نركز في التقليد ومذمة التقليد، هذا يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم، فإن الهموم بقدر الهمم، إن الهموم بقدر الهمم، إن الهموم بقدر الهمم.